مرحبا بكم درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية المرحلة الابتدائية، واليوم عندنا درس جديد من كتاب نشاط الطيب الصف الخامس ابتدائي English for Iraq with Primary Activity Book page 76 and page 77 from unit 6 lesson 3 من الوحدة السادسة الدرس الثالث. قبل أن نبدأ درسنا هذا اليوم، إذا كنت جديد بالقناة لا تنسى الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات وضغط زر لايك دعم الفيديو ودعم القناة. عندنا مجموعة من التمارين راح نتعلم طريقة صحيحة لحل هاي التمارين. أول تمرين عندنا بعنوان Time or place. راح يكون عندك جدولين، جدول للوقت وجدول للأماكن. مجموعة من الكلمات راح نوزع هذه الكلمات على الجداول، إما تكون هاي الكلمة وقت ونخليها بجدول الوقت time، أو تكون مكان ونخليها بالplace هنا بالمكان. Activity A: Write the words and phrases or the clock on the clock. Time or on the top map place. إذن يقول لنا اكتب الكلمات اللي تخص الوقت على الساعة والكلمات اللي تخص المكان على الخريطة. راح نقرأ الكلمات ونوزعهن. At six o'clock. يعني ساعة ستة صباحا أو ساعة ستة ضبط. هاي ونخليها أكيد راح نخليها بالtime. Okay. الكلمة اللي بعدها behind معناها خلفه. إذا هذه تعتبر من الأماكن. behind تعتبر خلفه ولذلك هي من الأماكن. إذا behind خليها بالplace. عندنا in front of يعني بمقدمة هالشيء. in front of بمقدمة هذا الشيء. in front of بالمقدمة. بالمقدمة أيضا يعتبر دلالة على المكان، إذا راح نقول نضيفها بحق الـ place. عندنا in October في شهر أكتوبر. أكتوبر هو يعتبر تاريخ، إذا يندرج ضمن خانة time، ضمن خانة time. عندنا near معناه بالقرب. near أيضا دلالة على المكان، إذا راح نضيفها بخانة place. عندنا in Baghdad أيضا دلالة على المكان، واضح جدا إنه لأن هنا عندنا العاصمة بغداد فأيضا دلالة على المكان. in Baghdad دلالة على المكان. عندنا اللي بعده next to بجانب أيضا هذه دلالة على المكان، نضفناها في حقل المكان. عندنا on Monday يوم الاثنين، ونضيفها أكيد بحقل time. آخر شيء opposite معناها مقابل، اللي هو لما يكون شارع أكو بينك بين محلين، اللي هو راح يكون المحل المقابلين صحيح له opposite. يفصل شارع بين محلين راح تكون opposite، إذن هنا راح نضيفه بالمكان. مثل ما شفنا هذا هو توزيع الحقول، هذا توزيع الكلمات على الحقول أيضا بكل بساطة. عندنا اللي بعده look انظر. عندنا هنا جدا هذا مهم، استعمال in on at مع الوقت، والin والon والat مع المكان. طبعا بالنسبة للin والon والat مع الوقت راح أعطيكم جملة قصيرة تقدرون تحفظوها راح تضبطون سالفة الوقت. in on at شهور أيام ساعات. in on at شهور أيام ساعات. in on at شهور أيام ساعات. إذا عرفنا الان تجي مع الشهور in April in October، والon تجي مع الأيام on Monday on Saturday، والat at 4 o'clock، وعندنا at the weekend في عطلة نهاية الأسبوع. تمام، هاي بالنسبة للوقت in on at شهور أيام ساعات حفظناها. عندنا بالنسبة للأماكن place، لما تتكلم عن المدينة أكيد راح تقول مثلا in Baghdad in London in Moscow إلى آخره. لما تريد تتكلم تحدد شارع معين مثلا قل له على الشارع الفلاني، على شارع الرشيد مثلا، خلي يقول on Al Rashid Street. تمام، on Red Street on Green Street. إذن
لما تريد تذكر اسم شارع تقول له على الشارع الفلاني on red on green street إلى آخره. لكن لما تريد تحدد الشارع بدقة، تمام، تريد تحدد الشارع بدقة مكان هذا رقم الشارع، يعني الشارع هنا أكيد مسافة طويلة، فلما تريد تحدد مكان محدد على هذا الشارع إيش راح تقول؟ راح تقول at راح نحدد الشارع بدقة at 14 الرشيد ستريت، شارع 14 من شارع الرشيد، تمام؟ إذا حددنا المكان بدقة لما نتكلم عن مدينة in، لما نتكلم عن شارع on، لما نحدد بدقة الشارع راح نخلي الات، واضح؟ فبهاي الطريقة نسهل عليكم الأمر. طبعا جدا مهمة تحفظوها وتكتبوها بالدفتر حتى ما تواجهون صعوبات تجيكم بالامتحان. عندك activity B، listen and number the places you hear، اسمع ورقم الأماكن اللي تسمعها، تمام؟ إما واحد أو اثنين. خلينا نسمع المقطع الصوتي. Track 85 Activity Book Unit 6 Lesson 3 Listen and number the places you hear. 1. First, I went to the butcher's, and then I went to the library to get a book for school. 2. My brother went to the toy shop, and then he went to the shoe shop. 3. At 11 o'clock, I was at the pharmacy, and then I went home. I was at home at 11:45. 4. My sister was at the supermarket at 8:30 yesterday. Then she went to the bank. نعم، مثل ما سمعنا المقطع الصوتي، الأماكن بالترتيب. عندنا أول مكان for number one. First to butchers and second to the library. Number two عندنا first toy shop and second shoe shop. Number three first the pharmacy and second home. For number four first at the supermarket and second at the bank. Okay، بهاي الطريقة ترتبين. هذا ما عندنا بخصوصا. عندنا page 77 صفحة 77. عندنا look, read, underline the past verbs. اقرأ وجر خط تحت الأفعال الماضية. إذا راح نقرأ ونحدد الأفعال الماضية بهذه القطعة. Yesterday, Sardar went to the city. Yesterday, Sardar went to the city. He traveled by train. He arrived at the station at 10:30. He was hungry, so he went to the bakery. He ate a cake. It was 11 o'clock. Then he walked to the cafe. He was there at 11:30. He drank a cup of coffee. Then he went to the library to read a book. He was there from 11:45 until 1 o'clock. Then he went home. يقول لنا yesterday البارحة Sardar went to the city. Sardar راح للمدينة. He traveled by train. سافر بواسطة القطار. He arrived at the station at 10:30. وصل المحطة ساعة 10:30. He was hungry. كان جوعان. So he went to the bakery. لذلك راح للخباز. He ate a cake. هو أكل كيكة أو تناول كيكة. It was 11 o'clock. كانت الساعة 11. Then he walked to the cafe. بعدها تمشى للمقهى. He was there at 11:30. كان هناك الساعة 11:30. He drank a cup of coffee. شرب كوب من القهوة.
Then he went to the library. بعدها راح إلى المكتبة. To read a book, لقراءة كتاب. He was there from 11:45 until 1 o'clock. كان هناك من ساعة 11:45 دقيقة إلى الواحدة. Then he went home. من بعدها راح للمنزل. تمام؟ إذا هسه راح نحدد الأفعال الماضية. Yesterday, Sardar went. Went ماضي. Go. عندنا went to the city. He traveled. ماضي travel. By train. He arrived. ماضي arrive. The station at 10:30. He was. ماضي is. He is hungry. So he went. ماضي go. Went. So he went. ماضي go. قلنا to the bakery. إلى الخباز. He ate. Ate. ماضي eat. A cake. It was. عندنا was. ماضي is. 11 o'clock. Then he walked. ماضي walk. To the cafe, he was, مثل ما قلنا, model is, at 11:30, he drank, model drink, a cup of coffee, then he went, model go, to the library, to read, يقرأ, مثل ما هي, a book, he was, model is, there from 11:45 until 1 o'clock, then he went, model go, at home. هسه مثل ما شفنا طلعنا الأفعال الماضية حددناهن بخط أسفلهن. هسه يقول لنا write the verbs again. اكتب الأفعال مجددا in the present simple tense. اكتبهن بالزمن المضارع الخاص بهن. إذا رح نكتب الأفعال ونكتب بالزمن المضارع نكتبهن بالزمن المضارع. عندنا طبعا الجو. الجو لما نتكلم عن شخص مفرد صير goes. عندنا الإيت لازم تصير إيتس لما نتكلم عن شخص مفرد. عندنا أيضا الدرينك ماضي الدرانك هاي درانك هنا عندنا المضارع مالها درينك تصير درينكس لما نتكلم عن سردار تصير درينكس. عندنا الأرايف أرايف ماضي الأرايفد هاي يعني هنا ذكرت الأرايفد ماضيها لما نتكلم عن هذا الشخص سردار تصير أرايفز. عندنا الووك ماضي الووكت المضارع الوقت وصير walks. وعدنا read ماضي المضارع مال read وصير reads. واضح؟ إذن هاي هي الأفعال الماضية ذكرناهن وكتبنا المضارع مالهن. بهاي الطريقة نكون حلينا activity D. ننتقل إلى activity E. work with a partner. تعاون انت وزميلك. Ask and answer the questions. اسأل وجاوب على هاي الأسئلة. مثلا عندنا أول سؤال. How long was Sardar in the city? قد كانت المدة اللي بقى بها Sardar بالمدينة. تذكر for قد ابحث عن هنا بالإجابة. طبعا هذا راح أتركه لكم واجب بيتي راح أوفر لكم. ابحث عن الإجابة. For قد الوقت اللي بقى له. Where was he at 11 o'clock? When كان ساعة بالدعش. ابحث ساعة دعش. When كان Sardar he was. مثلا. When كان he was at the cafe. He was. When كان. Why did he go to the bakery? ليش راح للبيكري. شنو السبب. Because he شنو. ليش كان شبي. Because he was angry. Where was he at 11:45? When كان ساعة 11:45. When كان he was. تذكر المكان اللي كان به. إذن هاي هي طريقة حل هاي التمارين. أتمنى تكون استفاديتوا من الحل. وما أكون أطلت عليكم. بنهاية الدرس لا تنسوا الاشتراك بالقناة. تفعيل الإشعارات. وضغط زر لايك دعم الفيديو ودعم القناة. أيضا يمكنكم الاشتراك في قناة التليجرام. الرابط موجود بالوصف الخاص بالفيديو. إلى اللقاء في درس آخر.